جدا. هنعمل مع بعض رز بالكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين، شكله جميل جدا وهيعجبكم، وطريقة سهلة جدا جدا جدا. بس زي ما تعودنا مع بعض قبل ما نبدأ طريقتنا وقبل ما نقول المكونات والحاجة بتاعتنا، لازم نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض رز بالكبد والقوانص، حاجة كده شكلها جامد جدا. اهون هنعمل الكبد والقوانص لوحديها، وهنعمل رز بالخلطة بالشكل ده كده، هنعمله هيعجبكم جدا. خليكم معايا عشان نشوفوا الطريقة. بس اهم حاجة لو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. هنبدأ مع بعض في المكونات بتاعتي. اول حاجة انا هنا هو المحضرة، زي ما انتم شايفين الكبد والقوانص بتاعتي، جبت الكبد والقوانص، فصلت الكبدة لوحدها والقوانص لوحدها وغسلتهم كويس، ونقعت كل حاجة لوحدها في مية وخل. حطيت القناصة زي ما انتم شايفين بالشكل ده في مية وخل، والكبدة في مية وخل، واهون الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين. وحضرت معايا هنا بقى ثلاث بصلات، قطعتهم حتت صغيرة. هنا انا كنت جايبة ده كيلو من الكبد والقوانص، فصلت الكبدة لوحدها والقوانص لوحدها وغسلتهم بالشكل ده كده، وحطيت عليهم الخل. وجهزت معايا باقي الحاجة بتاعتي علشان نعمل حاجتنا سوا بطريقة سهلة وبطريقة جميلة، حاجة هتعجبكم جدا ومغذية. هنا انا محضرة هو من البصل، قطعته زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، جبت بصلتين كبار وقطعتهم مكعبات، وجبت هنا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل حريق. جهزت المكونات بتاعتي علشان نعمل اول الكبد والقوانص وبعد كده نعمل رز. طبعا احنا عارفين ان القناصة بتاخد وقت عن الكبدة في السوى، فانا هبدأ ان انا اروح على البوتاجاز واحط شوية من الزيت مع معلقة زبدة، واخد القناصة الاول معايا. اهو زي ما انتم شايفين انا حطيت معلقه من الزبده وحطيت عليها ندعه زيت صغيره جدا، ورحت نازله عليهم اول ما بداوا ان هم يسخنوا، ونزلت عليهم القناصه بالشكل ده كده. هبدا ان انا احط القناصه، انت براحتك عايزه تقطعيها قطعيها، عايزه تسيبيها القطعه بقطعتها كده بتبقى احلى طبعا، لان احنا عارفين ان الكبد والقوانص بتاعه الفراخ بتكش. انا حطيت القناصه اهو بالشكل ده كده، حطيتها وهسيبها تتشوح شويه، يا دوب تاخد تشويحه كده، وبعدين هبدا انزل عليها بالحاجه بتاعتي. طبعا اهم حاجه هي لازم تاخد صدمه الاول بالشكل ده كده. هبدا ان انا اقلبها، اول ما احس ان اللون بتاعها بدا يتغير اهون، صراحة هي جميلة جدا وطريقتها حلوة وهتعجبكم جدا. اهو هي لما حسيت ان اللون بتاعها بدأ يتغير وبدأت ان هي تنزل الصوص بتاعها المية بتاعتها بالشكل ده كده، هي انا حطيتها هي الاول، لان زي ما قلتلكم ان القناصة بتاخد وقت عن الكبدة، القناصة بتاخد وقت عن الكبدة بالشكل ده كده. شفتوا نزلت ميتها والصوص بتاعها خالص لحد ما تستوي، انا سبتها لحد ما تستوي. اول ما تدخل تقرب تدخل في السوا هبدا انزل بالكبده. ليه؟ لان احنا عارفين ان الكبده ما بتاخدش وقت. طبعا هنا على النار انا حطيت شويه زيت علشان احضر الرز بتاعي، لان احنا عارفين ان الكبده ما بتاخدش وقت، فانا حسيت ان القناصه كده بدات ان هي هتدخل في السوا. اهون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده الرز بتاعي، انا حطيت الزيت، هبدا ان انا اكون غسله الرز بتاعي. هنزل بالرز بالشكل ده كده على الزيت او الزبده زي ما بتحبي، وهبدا ان انا اشوحه شويه، اديله تشويحه. هديله تشويحه الاول بالشكل ده كده،
طبعا احنا كل يوم بنحاول ان احنا نشكل في الاكل وبننوع فيه علشان اطفالنا يحبوا الاكل ده، لان طبعا احنا عارفين ان الولاد مش اي حاجة بياكلوها ودايما بيفضلوا ده لا وده اه، فلازم ننوع ونشكل عشان ولادنا يحبوا الاكل اللي هنعمله. زي ما انتم شايفين كده انا شوحت الرز بتاعي اهو، وهنا القناصة بتاعتها اهي بدأت ان هي تدخل في السوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا كنت حطيت عليها التوابل، هبدأ بقى ان انا انزل عليها بالكبدة بالشكل ده، هحط كمية الكبدة بتاعتي واديها تشويحة معاها. طبعا زي ما قلت لكم ان القناصة ما بتاخدش سوا، الكبدة هي اللي الكبدة كده مش هتاخد سوا، القناصة هي اللي كانت بتاخد سوا. هبدأ اقلبهم مع بعض كده، بالشكل ده. طبعا الرز بتاعي هو هنا اهو زي ما انتم شايفين، انا كنت سايباه يتشوح. الرز لما بيتشوح بيبقى طعمه تحفة صراحة. هبدأ ان انا انزل عليه بالمية بتاعتي، بالشكل ده. وحطيت بودرة زعفران، وحط التوابل بتاعتي على الرز، عود قرفة، حبهان، زي ما بتحبيه. تمام بالشكل ده كده. وهسيب الرز بتاعي بقى يستوي. طبعا انا حطيت عليه بقى اهو زي ما شايفين. طبعا احنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد الميه، كل كوباية رز عليها كوبايتين ميه، كل كوباية رز عليها كوبايتين من الميه. هنا الكبد والقوانص بتاعتها زي ما انتم شايفين بتغلي معايا. هبدأ ان انا انزل عليها بقى بالمكونات والحاجة بتاعتي. انا مش كنت حابة ان انا احط البصل من الاول علشان مش يتهري، لا انا حابة ان طعم البصل والصوص بتاعي يبقى معايا. طبعا انا حطيت هنا عليها فلفل اسود، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت حبة توابل لحمة، رشيت عليها التوابل بتاعتها كده. وهبدأ انزل عليها ببقية المكونات بتاعتي، لان انا حابة ان طعم البصل يبقى ظاهر فيها، مش عايزة يبقى مهري فيها، لأ انا عايزة الحاجة احس بطعمها وانا باكلها. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبدأ ان انا انزل عليها بالبصل اللي انا مقطعه بالشكل ده، واقلبها. وهكون محضرة طبعا الفلفل الحراق والفلفل الاحمر والفلفل الرومي هون، هبدأ ان انا انزل عليها برضو بيه. انا حابة ان كل الالوان دي تبقى ظاهرة معايا، مش مرضتش احطها في الاول علشان انا مش عايزة الفلفل يتهري ويبقى شكله وحش، لا انتوا هتشوفوا شكل الالوان بتاعتي دي لما الاكل يستوي هتبقى ظاهرة، يعني لما الكبد والقوانص تستوي هتلاقي الحاجات دي شكلها حلو وظاهر معاكي كده وشكلها حلو كده. كده هي هتستوي، هي ما بتاخدش وقت اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا ده شكل الكبد والقوانص بتاعتها اهي بعد ما دخلت في السوا، خلاص شكلها تحفة وريحتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. جربوها صدقوني هتعجبكم، ولو الطريقة بتاعتي طبعا عجبتكم ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بص الرز بتاعي بقى عامل ازاي، شكله تحفة تحفة تحفة. الرز البسمتي لما تديله صدمة في الله وبركاته. لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد واكلة جديدة.
في موعد ان شاء الله باذن الله يكون قريب، نتقابل على خير، ويا رب الطريقه تعجبكم جدا جدا جدا. هتوحشوني يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى صحاب في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة. هتوحشوني.